طيب النهارده هيبدا عرض الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت، الموسم الثالث هيكون طبعا على منصه شاهد وام بي سي مصر. الجديد اللي هنشوفه في الجزء الجديد او الموسم الجديد نعرفه من بطله المسلسل النجمه اللبنانيه كارمن بصيبس. اهلا كارمن. هاي، مبروك هاي. مقدما على المسلسل على الموسم الجديد. شكرا، ميرسي كتير. ميرسي، انا متحمسه انه اليوم رح يكون عرض اول حلقه من الجزء الثالث لعروس بيروت، وان شاء الله هيك الناس تكون ناطره ويكون تكون اول حلقه فاتحه هيك منيحه للحلقات اللي جايه. ان شاء الله الحماس باين من صوتك وكلنا متحمسين نشوف الحلقه الجديده او اول حلقه النهارده من الموسم الثالث. ولكن خليني اسالك، ايه المختلف بقى في الموسم ده عن اللي قبل كده؟ المختلف بهيدا الجزء انه مركز كثير على العائله ومشاكل العائله وقديش العائله بيتضامنوا وبيكونوا حد بعض بس يكونوا مرئين بازمه كبيره كثير. اكيد في تطورات بكل العلاقات بالمسلسل بكل الخطوط، واكيد من ناحيه دور سوريا ان كان مع فارس او مع ست ليلى في تطورات واحداث كثير عم بتصير بهذا الجزء، بعتقد انه الناس رح ينبسطوا بهذا الجزء. هيكون كم حلقه الموسم ده؟ مفروض حوالي 45 لل 50 حلقه. خلصت تصوير ولا لسه بتصوروا؟ انا بالتصوير دلوقتي. دلوقتي خدناكي منه على المشهد، قلت لهم اعطوني 3 دقائق بس لا اعمل هيدا الانترفيو ورجع فات على المشهد. قولي لي طيب سريعا قبل ما اسيبك للتصوير، ده الموسم الثالث ولكن كلنا بنكون متحمسين كمان لمواسم جايه، في موسم رابع ولا لسه ما قررتوش؟ لا هلا ما في، هيدا الموسم الثالث والاخير ومفروض يكون عن جد من احلى الاجزاء، وهيك الختام تبع عروس بيروت رح يكون مثل ما لازم. في مشهد معين او حلقه معينه بتقولي للناس استنوها واتفرجوا عليها فيها مشاهد عاليه جدا او فيها شغل عالي جدا؟ اللي فيه قولوا ما تقفوا ولا حلقه، وكل حلقه بعد حلقه رح تكون احلى، واللي جايه عن جد يعني في تطورات كل حلقه عم تكون احلى من اللي قبلها، فما تقفوا شيء. احنا واثقين من ده وبتمنى لك كل التوفيق، وهسيبك ترجعي للتصوير ومبروك على الموسم الثالث من عروس بيروت. نورتينا. نورتينا، ميرسي ليكي، شكرا. عروس بيروت الموسم الثالث النهارده 9 مساء، كلنا هنكون قاعدين قدام التلفزيون مشغلين ام بي سي مصر وبنشوف تكمله المواسم، الموسم الثالث من عروس بيروت، المسلسل اللي كسر الدنيا في مصر والوطن العربي. وبشكر طبعا الفنانه الجميله اللبنانيه كارمن بصيبس.